النهارده في صباح الخير من اسطنبول هنرحب بضيوفنا الكرام مين ياسمين سيد ناصر شما سيد نجاتي تشيليك بيفان نجاتي تشيليك اهلا صباح الخير نورتنا من ايدن هوش جالدن ازميرا مرحبا اهلا وسهلا بكم مرحبا صباح الخير تفضل طبعا تفضلوا يعني النهارده انا حسيت من البدايه ان قعدت افكر كده من الصبح يا ترى هقول لكم صباح الخير معانا ازاي وانتم بتجمعوا بين اشياء انا هقول عليها انجاز نطلق عليها الحسنيين يعني ما اجمل ابداعكم في مجال الفن وما اجمل وجودكم على الساحه كشخصيات انسانيه كانسان استاذ نصير نورت تركيا كلها صباح الورد انا سعيد بهاي زيارتي كثير لتركيا لانه كانت مختلفه عن اي زياره سابقه اهميتها انه استطعنا ان نلتقي بكل العازفين من كل العالم ومجموعه كبيره من تركيا من الشباب والاساطين العزف فكانت تجربه مهمه وانه نبقى نسمعهم على مدار 7 أيام بكل يوم في عدد من العازفين واستطعنا ان نطلع على العود المعاصر اليوم بتركيا وبالعالم كله واحنا جئنا من ملتقى مصر الدولي الاول للعود اللي كان بفكره مني قام بدار الاوبرا المصريه وكان ايضا له صدى كثير دولي كبير صباح الخير عليك انت نورت اسطنبول بطلتك وبعودك وبعيش اكلي طبعا تاريخك الجميل المشرف نجاتي بيه طلتك معنا النهارده تستحق كل تحيه وتقدير شرف لينا وجودك معنا النهارده صباح الخير نعم لم افهم يعني خلينا نقول خوش قاعد نزيد للاسف مرحبا اهلا وسهلا بكم وكدار يعني لكن خلينا هذا المهرجان كانت كده يعني خلينا نتكلم عن هذا المهرجان اللي بيقام هنا في اسطنبول وما اروع جمع عازفين لهذه الاله العظيمه يعني من كل انحاء العالم ازاي كان النهارده اخر يوم نعم son günü efendim anlatır mısınız festivali انا لم افهم كثيرا لذلك جرى اسبوع نحن بدأنا بهذا كان المهرجان العالمي للعود وكان هذا اليوم هو اليوم الأخير ومع الأسف الشديد أن كل الأشياء الجميلة تنتهي بسرعة وأنا بهذه الوسيلة تعرفت على السيد ناصر شما الفنان المشهور الذي أحببناه هنا في تركيا أنا سعيد جدا لأنني التقيت مع الكثير من الفنانين وإن شاء الله السنة القادمة سيكون السنة القادمة أيضا فرصة جديدة نتعرف على فنانين جدد إن القوة لما تكون متواجدة في هذه الأحداث بتبقى أروع كمان طبعا كريمة يورجو باجانوس كتير له أهمية كتير كبيرة بالموسيقى التركية الكلاسيك الترك صانات موسيقى فهو يوناني الأصل كتير كتير معروف كتير محبوب طبعا في تركيا أكيد حلو يكون باسم المهرجان فعلا طيب أنا قبل ما أدخل في الأسئلة وأحكي حكايات كتير عايزين نسمع أداء العود نسمع ممكن شيء مع بعض من يا ريت من جميل بيغ طنبور جميل بيغ عايد طنبور عائد لجميل سيد جميل هو مقام حسيني اسمها الفتاة الشيشانية بعزف تقسيمة صغيرة مقطوعة صغيرة وبعدين يمكن عزف Thank you.
واو، اعتقد كلكم دلوقتي معايا ان هو مش بيعزف على العود، بيعزف على اوتار القلب، يعني انه بيعزف جوه قلبك. ما شاء الله عليكم. تسلمي ايديكم فعلا. ياسمين، يمكن الاسئله بتاعتنا تبقى مختلفه. نبتدي بالاستاذ نصير لانه ضيف تركيا السنه دي في المهرجان. صحيح. وانا شخصيا ليا سؤال، انت العلاقه بينك وبين العود ليست علاقه عازف بآله يعزفها، يعني انا بعتقد انها بتصل الى مرحله قصه الحب، يعني قصه عشق بينك وبين العود. هي لما تصبح هي اكثر رفيق واكثر شريك في الحياه، يعني من يعني انا ما عاشرت اي شيء في حياتي، حتى عائلتي ما عاشرتهم قد ما عاشرت عودي، فهذا بالتاكيد يخليه اقرب من اي شيء اخر، وبعدين اصبح جزء من جسدي، ما عاد يعني اله طارئه او داخله او دخيله، لا اصبح شيء. انا اشعر انه احيانا انه العود نبت من جسدي، فمن اعزف به يعني ما اعرف هو يعزف علي ولا انا اعزف عليه، هي الحاله كثير متداخله. شفتي ياسمين؟ حبه زايد طبعا لآلته، يعني انا على فكره تحسيه حتى هو ماسكها، مش قبل ما يعزف، حتى هو داخل بيها ماسكها في ايده، بيمسكها بشكل مختلف جدا يعني. فكتير بنلاحظ اشياء انا بعتبرها كلها دلالات على هذا العمق في الحب، وده شيء جميل. طيب استاذ نصير، كثير عمل حفلات في كل العالم انا بعرف، طيب بالاجانب بعرف انك عملت في كندا حفله، وفي امريكا، في اوروبا، بكل دول اوروبا تقريبا، كل العالم. طيب هن كمان بيهتموا بالعود مثل ما نحن حابين ومهتمين فيه؟ هو الان الفكره تجاوزت فكره اهتمامهم بآله، يعني اصبح تصنيف لعازفين معينين في العالم، اصبحوا يستقبلوا على اساس انهم رموز موسيقيه معاصره. يعني مثلا عملنا برنامج في اسبانيا في المسرح الوطني ناشونال ثياتر في مدريد، كان اسمه اساطين الكلاسيك في العالم، فكان في 10 موسيقيين من العالم، انا كنت من العالم من الشرق الاوسط، وكان في 9 اخرين من كل اوروبا وامريكا. فالآن ما عاد ينظروا للموضوع على أساس عازف عود، ينظروا على أساس أنه هذا واحد من رموز العالم في الموسيقى بشكل عام، لأنه الفكرة تجاوزت فكرة أنه محلية الآلة ومحلية الأداء، وصلت إلى منطقة أخرى، صاروا يستقبلون مثل ما يستقبلون باكو دي لوسيا في عازف الجيتار الإسباني، مثل ما يستقبلوا أي بيانيست أو أي كمانجاتي عالمي. على فكره هي دي الكلمه اللي احنا بدانا بيها حلقتنا النهارده، ان اله العود اله بتدل على الثراء. انا شايفه داليا مستنيانا، ايه يا داليا على طول كده جاهزين تاخدونا في القاهره؟ انا شفت نجاح الترجمان السملتان تبعنا، قلت لي بس شفت استاذ نصير بكيت، تركت ما عرفتش وتركت. قلت لها لا تبكي، لا لك انه غني لي غنيت لا تبكي. بس خدي بالك فعلا احساسي كمان رمز من رموز الدول العربيه او العراق تحديدا بيخرج بهذه القوه، ده شيء ممتع ومشرف. داليا قبل ما هروح لك، سؤال صغير هيكون لضيفنا الجميل نجاتي بيه، انت كنت صوت العود التركي او الصوت القادم من تركيا للعود. ده كان مديك احساس مختلف في كل الحفلات في العالم؟ نعم، انا من خلال وزاره الثقافه، انا كنت في الموسيقى في قسم الموسيقى بالنسبه لوزاره الثقافه، وانا صار لمده طويله انا اعمل في هذا المجال، واريد ان اري الموسيقى التركيه للعالم ولكي يعرفوا الموسيقى ويتعرفوا على الموسيقى التركيه. طبعا كان جميلا جدا، وكان هناك أجواء طقس سيء، كان هناك أمطار كثيرة، ومع ذلك كان كثير من المتفرجين يأتون إلى هناك، وأشكرهم كثيرا على هذا الإعجاب وهذا الاهتمام. كان حالة متميزة في هذه التجربة، جمهور على مدى 7 أيام لم ينقطع لا على الدراسات ولا البحوث ولا ورش العمل ولا الحفلات. بصراحة كمان أنا أعتقد يعني لما يكون في كوكبة زي كده من أفضل وأروع العازفين من كل الدول اللي شاركت في هذا المهرجان، السنة دي تحديدا كان لهم طلة خاصة. هنعرف أكتر عنها ونعرف أكتر كمان عن ضيوفنا، أنا متشوقة أن أنا أعرف إجابات كتير على أسئلة إن شاء الله وقتنا يكفي. بس معزوفات وحكايات كمان داليا، ما أجمل النيل النهاردة، وخصوصا الدنيا يعني أنت عارفة الكوبري حواليكي بيديني إحساس بمصر، يعني بحس شوية بتبقى الدنيا ماشية وشوية مش ماشية قوي. إيه الأخبار النهاردة؟ درجة الحرارة هناك عاملة ايه؟ طمنيني. واجمل لون، اجمل لون النيل يعني. لا تمام الحمد لله، الجو ربيعي، الجو ربيعي جدا، وبنستعد لاستقبال الشتاء يعني.
لا استنوا شويه لحد ما اجي. انا مقرره لما اجي اول ما حاجه اخد مركب اقعد بيها ساعه او اتنين في النيل على الاقل اتمشى شويه اشم اي ريحه من ريحه مصر. صباح الورد عليكي وحياتك، بصي لي حتى ترابها وحشتني. يا لطيف، يعني هالبوسفور العالم كله زاد حاله على البوسفور، ما عجبتك ما عملتي لك شي مشوار، عملتك تروح ترجع للنيل مشان تعملي. بقول لك بلادي بلادي وان جارت علي عزيزة. قول لهم يا استاذ ما. شوفي شوفي البلبل حطوه بقفص ذهب قال يا وطني ما بده اهو علشان تعرفي. على فكره فعلا اسطنبول جميله لكن كل انسان ليه حته حنين يعني. اسطنبول جميله وانا ضد اي عنف يستخدم في العلاقه بين الشعب التركي، اي علاقه فيها عنف هي مرفوضه، اي واحد عنده حق ممكن ياخذه بالحوار، هذا بلد جميل وعنده سياحه كبيره، مش لازم يفسد لأي خلافات يعني سياسيين يحركوا فيها بعض الناس حتى يلخبطوا حياتنا. هذه يعني لمصلحة من الناس تجرح أو تقتل أو ساحات جميلة تدمر؟ هذا أنا أعتقد خلي يشوفوا التاريخ راح يلاقوا كل الخصماء بالأخير جلسوا على طاولة حوار ووصلوا إلى حلول. لما يوقف العقل الإنسان يستخدم عضلاته وقوته، فأنا ضد أي عنف يستخدم. واحنا مزعوجين البارحة كنا في تقسيم، ماني مزعوج جدا انه هذا الشيء يحصل. انك ممكن تشوفه بشكل مختلف المرة دي. استاذ نصير تخيل يعني انا مثلا لما كان بيحصل شيء مش 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 جميل او مشوه لصورة مصر اقول عيب ده احنا مصر. ما يحصل شيء في العراق او اي نوع من انواع المساس بيها اقول عيب ما اروع الحضارة اللي انت ممكن لا خلص يعني ما تاخدش بالك منها. برضو تركيا هي اكبر العنف اللغة اكبر من ده يعني. العنف اللغة يعني اصبح بس هاي دول لما تريد تستعبد دولة كما حصل بالاحتلال العراقي من قبل أمريكا، هذا قوة ده تحتل قوة، لكن كشعوب غلط أنه يحصل اللغة العنف بينهم، وطالما في فرصة للحوار وفي فرصة للعقل أن يعني يلعب دور يبقى ما فيش داعي. طبعا ما زلنا عايشين عم نتنفس يعني، هذه الرسالة أصح رسالة، حلو الواحد يقعد على الطاولة ويتفاهم بالحكي. صح. لأنه الإنسان قال بيحكي لحتى في مثل تركي بيقول إنسان لار كون شرك. الناس إن الإنسان بيتفاهم بالحكي والحيوانات بيتفاهموا بالشم بيشموا بعض الانسان بيحكي لهم لغة لغه يعني. لهم لغه كان سليمان يسمعهم ويحكي معاهم، كان نبي سليمان يحكي مع الحيوانات والطيور والنمل حكينا كده الاسبوع اللي فات. طيب الكلام ده هياخدني للجزئيه اللي عايز اسالك فيها تحديدا استاذ نصير، انت مش حتى احترافك لهذه المهنه الرائعه وهي ان تكون موسيقي أخذك لأعماق التاريخ، كان في هدف دايما من وراء كل قطعة موسيقية أنت بتقدمها، بدليل أنك كنت بتنتقي كل الموضوعات من خلال العنوان، أو حتى لما مارست التلحين لأشعار اخترت شعراء رائعين بقيمة معينة. هو الوعي مسؤولية، يعني القول الصوفي العظيم يقول لك كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، كل ما الإنسان يصبح عارف بالشيء أكثر يصير أكثر يعني في حيرة من أمره، لأنه لما يكتشف مساحات الجمال اللي موجودة في الشعر واللي موجودة في الفلسفة واللي في الفكر في الموسيقى وفي الجمال بكل معاني، لما يوصل الإنسان إلى هذه المنطقة تبقى خياراته دقيقة وصعبة جدا ومعقدة جدا، لكنه لما تخرج للناس تخرج عميقة فتوصل بسرعة إلى قلوب الآخرين، لأنها تتجاوز الأشياء السطحية فتذهب إلى العمق إلى العمق بشكل حقيقي، يعني خط مستقيم بين نقطتين يصبح. هذا أعتقد هو الأقصر. هاي هذا الأقصر لأنه هذا الأصح وهذا الأعمق وهذا اللي يقف على ثراء أي فن، أي فن يعني اللي يصمم أثاث إذا ما كان عنده وعي وإلمام بكل ما يحصل بالعالم مستحيل يعرف يسوي شيء جديد. حب لشغله هذا يعني واحد من أولويات أو بديهيات العمل. صح. اللي ما يعرف يحب أصلاً ما يعرف يعطي. والحب ما يتجزأ. ما أروعك. السر في الحب. أيوة. هو بيعرف إنه هيدي مضية من طرفي. مضية عند كاتب العدل. أنا بدي أقول لكم شيئاً أضيف على هذا الكلام. يد بمعزوفات موسيقية تاني.
أكيد محضر. هو الشاعر التركي الكبير يقول أن يجب أن تشاهد المخلوقات في الله، يجب علينا لا أن نتعامل مع الإنسان بالعنف بالحروب، يجب أن نحبهم، يجب أن نحن عليهم، يجب أن نخاطبهم بلغة الموسيقى، لغة الجمال، لغة الحياة التي تبعث على الحياة لبين البشرية جميعا. أنا طبعا تعيس جدا وحزين جدا لهذه القنبلة التي انفجرت. قد يكون نحن أيضا في تقسيم وانفجرت هذه القنبلة لا سمح الله وذهبنا فيها. أنا البارحة كنت هنا. أنا البارحة كنت هنا، كان ممكن أكون أحد الضحايا مثلا، فهذا لمصلحة من سيكون. يعني في كل الأحوال فكروا المكسب والخسارة، على الأقل بلغة المكسب والخسارة. أعتقد هنخسر كتير جدا، وإن كان هناك أي نوع من أنواع المكسب السياسي في المستقبل زي ما بنقول هذه الأشياء تصبح لا شيء. طيب ما بدنا حرب، بدنا حب، بس انا بدي ارجع على شو اسمه لنجاتي بي ولمهرجان وافندم كمال قتل ضوء فيستيفال نزاي. مين اشترك في نعم العالم في المهرجان؟ حتى الآن حسب التخمينات كان هناك 33 موسيقار، منهم الأتراك ومنهم الأجانب أيضا، ولكن في أمريكا أيضا وأستراليا وأذربيجان وبلجيكا وألمانيا، وأيضا السيد ناصر شمة أيضا وعمار بشير أيضا، الأسماء المشهورة في الوطن العربي هم الذين شاركوا في هذا المهرجان، وكان هناك العدد كبير من الموسيقيين شاركوا في هذا، وكان هناك إعجاب كبير من قبل الجماهير في هذا المهرجان. كما تعرفون أن إسطنبول هي مدينة تاريخية وأصبحت عاصمة للثقافة الأوروبية، وفي مهرجان العود لو لم يكن قد حصل هذا المهرجان لكان هناك نقص في هذا عاصمة الثقافة الأوروبية. يجب أن يكون هذا شيء جميل، وكان شيئا رائعا وجميلا، وأشكر كل المشاركين في هذا المهرجان. جميل أن أنا أعمل شيء ويكون مشارك ويتناسب زي ما قلنا مع قوة هذا البلد اللي تم اختيارها عشان تكون عاصمة للثقافة الأوروبية وما أروعها وأجملها. طيب أستاذ نصير، قبل ما هنحكي حكايات تانية معنا تليفون وصل لنا من المملكة العربية السعودية، وحنقوله صباح الخير. صباح الورد. أنا أعتقد التليفون لحد ما يوصل لنا مرة تانية للاستوديو. صباح الخير. الو صباح علينا. صباح الورد، تفضلي. صباح الخير كريمه. صباح الورد مين؟ ندى معاكي. ندى صباح الورد، صوت جميل يا ندى في التليفون، تفضلي. صباح الخير يا استاذ مين. صباح النور. فنانه الرائعه الجميله حبيبتي انت، احلى سعوديه على الفنان الرائع العملاق يعني نصر شمه. اهلا وسهلا استاذ نصير، من اجمل ما بسمع يعني في حياتي، تفضلي. اهلا وسهلا فيك وشرفتنا اليوم كثير يعني. شكرا شكرا. الله يخليك، فعزفك رائع وجميل يعني، والانسان فعلا بيعيش معك زي ما بقولوا يعني بكامل وجدان يعني في عزفك. عزف رائع جدا يعني. يسعدني، شكرا. تسلمي. اتمنى لك التوفيق في حياتك ان شاء الله العمليه والعامه كلها يعني. الله يسلمك. نحن نتمنى لك التوفيق وميرسي كثير للاتصال يا ندى، كلك ذوق. وحشتونا ونتمنى كل التوفيق للشعب التركي كله بمناسبة العيد. الله يسلمك. الله يسلمك. ما أجمل صباحك ندى، صباح الورد عليكي، إن شاء الله يومك حلو. الله يخليك كريمة، ليكي ولكل الناس. سلمينا على كل السعودية. السعودية والسودان يبلغ ان شاء الله حبيبتي، وكلهم بيسلم عليكم. واليوم انتم اذعتونا واذعتونا بالفنان نصر تشمت يعني والضيف الكريم اللي معاه يعني. انا مش اليوم بقلكم لا تضيعوا عليكم ولا كلمه ولا حرف، ممكن يصير كل شيء بالبرنامج احلى من هيك. طبعا خير ندى، نسمع صوتك على ليك ثاني يا استاذ نصر. شكرا. تحياتنا ليك. شكرا. الله يخليك يا رب. من صوت ندى وطبعا سلام عليك والاستاذ نجاتي وما اجمله. لسؤال، حكايتك مع محمود درويش؟ محمود درويش يعني هو أصبح رمز حقيقي، كان رمز فلسطيني وأصبح رمز كوني، أصبح أبعد من فكرة حتى المقاومة، أصبح رمز فكري وأدبي وشعري على مستوى العالم. كل حزن لرحيل محمود درويش، ويمكن هو والشاعر الكبير العزيز أدونيس كانوا هما أبرز شخصيتين ممكن يستحقوا جائزة نوبل يعني إذا منحت بدون يعني تأثيرات سياسية.
عملنا تجارب مشتركة كانت بتونس بالثمانينات أيام إقامتي بتونس في العاصمة، كانت حفلة كثير كبيرة وهو كان بطلب منا أنه نقدمها مشترك، وأنا تحضرت لها لأنه كنت عامل أعمال موسيقية من ديوانة لماذا تركت الحصان محيدا، ست قصائد حولتها إلى ست أعمال موسيقية وحولتها لنفسي يعني حبا في الشعر نفسه، ما كان هدف تقديمها وارد. لما عملنا مع بعض قدمناها، وقدمناها في الجنوب التونسي وبعد ذلك في برلين في دار ثقافات العالم وبعدة دول قدمنا أعمال مشتركة، وآخر عمل قدمناه كان دعم للاجئين الفلسطينيين، كان بعمان ديسمبر اللي هو سبق رحيله بفترة بسيطة بأشهر كان هذا، وآخر تليفون كان بيننا قبل دخول العملية بيومين، كان آخر حاجة لها، كان آخر تليفون وهو كان رايح للعملية وكان عنده يقين إنه هالمرة ليست مثل كل مرة لن يعود، كان عنده هذا الإحساس ونقل لنا إياه الأسى. لكن إحنا نعتبر محمود درويش حي، يعني كل صباح لما أشوف صورة في الجرائد أو في أي مكان إيدي تروح على التليفون كالعادة حتى أقول له اليوم في نازل لك كذا، نازل لك كذا شيء حلو في يعني ما زلت حاسس إنه هو حي. ولما توفى أنا عملت القاهرة تضيء الشموع من أجل محمود درويش، دعيت أكثر من 2000 شخص في بيت العود، في ساحة بيت العود في القاهرة في الحسين، وأضأنا الشموع إلى محمود درويش وروحه. محمود درويش هذا الغائب الحاضر واللي حيظل دائما حاضر لأنه عملاق لا يكرر، استحق حتى احترام أعدائه بالرغم من جولاته وصولاته وما كتب، كل كلمة كانت أكبر من سيف وأكبر من قنبلة يعني في وجه الأعداء وفي وجه يعني الظلم بشكل عام، وهذا شيء رائع. طيب قبل ما هنطير على التقرير اللي معانا، أنا جاتي بيتكلم على إن السنة دي كان التواجد مختلف، النهاردة الحفلة الأخيرة أو اليوم الأخير في هذا المهرجان، يا ترى هتختموه إزاي؟ شوقنا وشوق الناس اللي واصلين حالا إسطنبول النهاردة عشان يحضروا معنا. من الصباح إلى المساء نحن سيستمر برنامجنا. طبعا اليوم هناك مفاجأة سعيدة جدا بالنسبة للمشاهدين، وهناك جميل السيد جميل سيشارك. طبعا نحن قمنا بإعطاء دروس حول هذه، قد يكون هناك 50 أو 60 عود سيشارك مع بعضهم كجوقة موسيقية سنقدمها إن شاء الله هذا اليوم على ساحة المساء. إذن هذه هي مفاجأة الختام، ولكم في إسطنبول مفاجآت كالعادة عاصمة الثقافة الأوروبية. عزيزتي الكريمة اليوم في أيضا عمر منير بشير راح يقدم حفله، وهذا راح يكون إن شاء الله حفل أيضا مميز بالإضافة إلى Who is the player with عمر tonight. عارف أزرترك أيضاً، واثنينهم هو من أذربيجان، راح تكون حفلة مميزة وبعدين راح نختم كلنا مع بعض. الله، إذن أعتقد اللي هيعيش النهاردة حفلاتهم هيبقى ذكرى لا تنسى إطلاقاً مع الاستمتاع. طب إيه رأيكم بقى نشوف مع بعض كاميرا البرنامج لما تجولت في هذا المهرجان قالت لنا إيه وشافت إيه وسمعت إيه، كل دي حاجات مهمة هنعرضها معكم في الدقائق دي ورجعوا لنا تاني. مهرجان العود الأول في إسطنبول شهد هذا العام حدثاً لا سابق له في إسطنبول قبل الآن، حيث تلاقى أساتذة آلة العود، هذه الآلة الموسيقية الساحرة التي تجمع بين تركيا والعالم العربي والبلقان في نقطة التقاء الحضارات والتاريخ في العام في إسطنبول. ولقد تمت تسمية المهرجان باسم عازف العود الذي أسس مدرسة بحد ذاتها الفنان يورغو ياكانوس، ويخطط القائمون على المهرجان لجعله حدثا فنيا يتكرر كل عام. دعونا نستمع إلى معلومات مستشار المهرجان الفني جلال الدين تشيليك حول المهرجان. İstanbul 2010 Kültür Başkenti projesi kapsamında bu festival gerçekleştiriliyor. يأتي هذا المهرجان ضمن فعاليات إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2010. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مهرجان للعود. اشترك في المهرجان 12 فنانا من داخل البلاد و22 فنانا من خارجها، واستمرت فعاليات المهرجان أسبوعا
من الصباح حتى المساء. سيتمكن زوار المهرجان من المشاركة في ورشات عمل الفنانين المشاركين، كما استمتع الزوار بإجراء عزف فردي للفنانين في كل مساء. كان لمدير الفنون التركية التقليدية في وكالة اسطنبول مركز الثقافة الأوروبية 2010 السيد محمد كونتاكين إسهامات لا تقدر بثمن في تحقيق المهرجان. عدا من ذلك، تكفل عازف العود السيد نجاتي تشيليك بأعمال تنظيم المهرجان كافة بصفاته عازفاً ومديراً فنياً عاماً للمهرجان. المشاركون أبدوا فرحهم وسعادتهم لتنظيم مثل هذا الحدث. يعد المهرجان فرصة كبيرة لنا نحن عشاق العود. أنا سعيدة جداً لوجودي هنا. حضور عازفي عود مشهورين على مستوى العالم أتاح لنا فرصة التعرف على ثقافات موسيقية مختلفة من أنحاء العالم. كان الفنان الشهير عالمياً نصير شما أحد الفنانين القادمين من خارج تركيا للمشاركة خصيصاً في المهرجان. شارك عازف العود شما في المهرجان من خلال حفل موسيقي ومؤتمر بالإضافة إلى ورشة عمل جمعته مع المشاركين والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم. وإليكم الآن مشاهد من ورشة العمل. بالنسبة إلى المشاركين في المهرجان، كان العزف مع نصير شما أمراً باعثاً للانفعال والإثارة. لنصير شما طاقة وموسيقى جميلة جداً، لقد عرفنا على الموسيقى العربية، لقد تعلمنا منه نوتات موسيقية ونغمات عربية بالإضافة إلى عزفه الخاص على العود. لقد كان هذا الأمر فرصة جميلة جداً بالنسبة لنا. أن أكون هنا أمر جميل جداً، لا أستطيع التعبير عن مشاعري، لم أكن حتى أحلم بأن أرى هذا الفنان ذا الاسم الذائع الصيت، إنه لأمر رائع لأن أكون معه هنا في نفس المكان. مشاركة الفنان نصير شما العزف صعب وجميل جداً في الوقت ذاته، هذه هي المرة الأولى التي أعزف الموسيقى العربية، لكن نصير موسيقار رائع، أنا محظوظ لأن أحظى بهذه الفرصة. مهرجان العود الذي ينظم للمرة الأولى هذا العام ترك ذكريات جميلة لدى المشاركين كافة. العود الآلة الوترية المنتشرة في الشرق الأوسط والبلقان، انتشرت نغماتها من اسطنبول إلى كل العالم على أيدي نصير شما، نجاتي تشيليك وغيرهم من عازفي العود. حتى الشوارع كانت بتتكلم بلغة الموسيقى طوال 7 أيام، أكيد كانوا مليانين بالحب والجمال والنغمات. اتكلمنا على محمود درويش صح؟ أكيد. طب مش محتاجين؟ إيه طبعا. لو محتاجين نسمع أستاذ نصير تختار ممكن لنا. نسمع مقطع من قصيدة تعاليم حورية اللي محمود يحكي فيها. حورية هي أم محمود درويش. الله. صوته آلي ما هي؟ صوته آلي. إيه يلا. الله. Thank you.
قلنا في هاي القصيدة عيش مع كل النساء واعرف كل شيء، لكن دائما ارجع لأمك. قصيدة ساحرة محمود يحكي فيها بلسان أمه. أعتقد محمود درويش حتى لما كان بينقل الوصايا أو بيتحدث على لسان الآخرين كان بيجيد أنه يوصل الحكاية من عمقها، يعني يمكن ده كان من أجمل شيء فيه، وكان بسيط جدا وإنسان جدا. وأجمل الحكايات اللي يحكيها إنسانيا، الحكايات الإنسانية لما يعيد رسمها بالطريقة إبداعية إلى أي مدى تكون جميلة. وهاي القصيدة لازم تقريها ويقروها كل من يسمعنا. تعاليم حورية، واحدة من أجمل قصائد محمود درويش في مجموعة لماذا تركت الحصان. كل مجموعة محمود درويش يعني أكاد أكون حافظة 90% منها. هو شخص كان رائع جدا، وزي ما قلنا أجمل شيء فيه أنه كان كمان إنسان، وده اللي بيميز حضراتكم بوجودكم معنا النهاردة، مع الجانب الفني الجانب الإنساني قوي جدا وراقي جدا. بدي أرجع أنا للسيد نجاتي طبعا. أرجعي. نحكي شوي من عن آلة العود لو سمحت. العود كما تعرفون هي معروفة في العالم كأنها آلة موسيقية قديمة جدا، هي تعود. كان هناك بعض الآلات الوترية في اليونان تستخدم أيضا، وهي تعود إلى مصر. الآلات التي استخدمت في مصر القدامى، المصريين القدامى كانوا يعزفون على هذه الآلة. من أي خشب بنعمل وكيف وشي؟ هنا كما تعرفون في المنطقة الخلفية هناك الكثير من أنواع من الشجر الجوز ومن الشجر الصنوبر. طبعا هناك بعض الأوراق، أوراق الأشجار أيضا يلصق فيها، وطبعا تستخدم الأشجار ذات الخشب القاسي. أما بالنسبة للمنطقة الأمامية فيستخدم الأخشاب الناعمة، الناعمة أكثر من المنطقة الخلفية. كان في البداية العود ذات وتر واحد، وبعد ذلك أضيف إليه 5 أوتار وأصبحت 6 أوتار كما تعرفون. طبعا هي مناسبة لكل أنواع الموسيقات الموجودة، ويمكننا أن نعزفها مع جميع الأنواع الموسيقات. وأيضا تستطيعون تعزف الموسيقى العربية، الموسيقى الشرقية، الموسيقى الجاز والموسيقى الغربية. إذن فآلة العود لها مميزة خاصة يمكن أن تستخدم في أي مجال من مجالات الموسيقى، وهي أشهر حتى من الجيتار. أستاذ نجاتي، يمكن إحنا قابلنا كثير العود الالكتروني الالكترونيك، هل يا ترى هو مختلف وخصوصا في طريقه العزف او في الصوت اللي بيصدر منه عن اله العود التقليديه الجميله اللي احنا بنستمتع بها النهارده؟ يعرفون يقولون انه طبيعي، هناك اعواد طبيعيه واعواد اصطناعيه كما تعرفون. لازم نسمع منه شيء سولو، لانه يعني انا كانت فرصه لي بهاي اللقاء، وراح نعمل انا وياه عروض قريبه جدا. واحد منهم انا داعي ان شاء الله لابو ظبي، ملتقى العود راح يصير في ابو ظبي بشهر 1/2011، وراح يكون هو وصناع من تركيا راح يمثلوا تركيا في هذا اللقاء. فريد نسمع منه شيء سولو، وبعدين راح بالاخير نسمع شيء مع بعض من اللي راح نقدمه في ابو ظبي. بس قبل بس قلت ابو ظبي خطر على بالي المراكز اللي فتحها استاذ شمه، مراكز العود، بيت العود العربي، في بيت العود العربي في مصر، في تونس، في ابو ظبي، في عيون، هذا اللي بعرف. طيب شو الهدف كان؟ الهدف اولا نشر الموسيقى. انا عندي حلم اني ازرع، احنا لو في كل بيت في هاي منطقتنا كلها الشرق الاوسط، لو في كل بيت في موسيقي كان ما تحصل هاي القنبله اليوم. والله دائما نقول والله لو في جمال في اي بيت يطرد كل القبح وكل التطرف. لا يمكن يكون في بيت في موسيقي يطلع منه مجرم، او يطلع منه قاتل، او يطلع منه حد يفجر نفسه، او هذول الاصوليين ما يطلعوا من بيوت فيها فن وفيها ابداع. استاذ شمه، تقريبا كل يوم انا بحكي بهالموضوع، اولادكم لازم تعودوهم، لازم يتعلموا، يسمع موسيقى، لازم يتعلموا موسيقى، يمارسوا الرياضه. الرياضه والموسيقى كثير كثير مهمه بالحياه. الرياضه تطرد النبات وحب الحيوان، تطرد شحنات وتستقبل شحنات طاقه ايجابيه، والموسيقى فعلاً تهذب كل شيء. لما يقولوا تهذب النفوس هي كلمه فعلاً بكل معانيها تكون متأسسة بالناس. بس انا شوف موسيقار عالمي كمان عم يقول لكم نفس الشيء، لازم تعودوا اولادكم على الموسيقى ضروري ضروري، يطرد العنف ويطرد التخلف ويطرد التطرف ويطرد كل القوه. هذا منطق القوه الغلط
القوة لما الله يضعها في الطبيعة تنسف بلد كامل بثواني، فهو أكبر، هو القوي، هو أكبر وأقوى. فالقوة بالنسبة للناس لا شيء، يعني أقوى واحد في هذا البشر إذا دخلت بأصبعها حاجة صغيرة تخلي حرارته تطلع إلى الإنسان ضعيف. صحيح، على فكرة الإنسان فعلا ضعيف، لكن اللي أجمل منه يا جماعة سلم الجمال أكيد بيرتقي بالإنسان، يخليه إنسان زي ما ربنا حبه يكون، حبه يكون مكرم بين المخلوقات الأخرى. وأعتقد مش هيكرم إطلاقا بالعنف، يعني إذا كان ربنا نفع عن نفسه الظلم ما بدنا حرب، ما بدنا حرب، بدنا حب. بدنا كمان قطعة موسيقية من السيد نجاتي بإيه حيعزفها لنا. دنيا لما فان أنا من الطنبور سأعزف لكم جميل السيد جميل، هناك محير سأعزف لكم هذه المعزوفة إسرالا جميل بي طنبوري سيد جميل هو من أكبر معلمي الموسيقى في الموسيقى التركية، وكل العالم العربي والعالم التركي يعرفون هذا الاسم الموجود والمشهور في كافة أنحاء العالم، وهو رمز من رموز الموسيقى التركية. طبعا من الذي يعزف العود؟ هو يعرف جميل بي ويعرف معزوفاته. Thank you.
الله. لا احنا خلاص بنكتشف كمان سر حبك لجميل، هذا الجميل يعني، لانه فعلا اعتقد مقعد قد ايه رائعه وجميله. طنبوري جميل افندي. من معزوفه لحضرتك لاستاذ نصير مره ثانيه، والمره دي انا هرجع للغه الحياه اللي احنا انجاز ان نطلق عليها واللي احنا بدانا بيها النهارده لما حكيت عن مصر، هي الوطن. الوطن في حياتك وفي موسيقاك ليه تواجد مختلف، ويمكن حبيت توصل حاجات كتير من خلال المقطوعات الموسيقية اللي قدمتها، وتحديداً عايز أحكي عن حلم مريم. حلم مريم هي أحد القطع اللي كتبتها عن طفلة تحمل نفس الاسم، وهذه البنت أنا علمتها بالابتدائية لما كانت، علمتها عود ضمن تجربة وقتها قدمناها مع المرحوم الراحل الفنان منير بشير لتعليم الأطفال في المدارس، في مدارسهم نفسها. فمريم كانت أحد هؤلاء الأطفال، وبأيام الحرب في 91، حرب ما يسمى بالخليج الثانية، تلوثت باليورانيوم أو شربت مياه ملوثة أو شيء، فبدت يتساقط. هي يعني ربما أنا ما أبالغ أو قد يعتقد البعض أبالغ، بس هي يمكن أجمل طفلة أنا شفتها في حياتي، ما يعني لا بالذكاء ولا بالجمال ولا بالحل، كل جميل مختار يعني، احنا بنقول بالضبط هيك صار. فذبلت شويه شويه بهذا اللعنه اليورانيوم اللي رموه علينا بكل انواعه، فطبعا هذا خلاني اخذني الى ناحيتين. ناحيه اني تمنيت موضوع الاطفال من ذاك الوقت، وانا لليوم عندي جمعيه اعالج فيها اطفال عراقيين، اخذ كل شهر ونص أنا ومجموعة من أصدقائي سيدات عراقيات ومن الإمارات ومن البحرين ومن مصر، نعالج أصدقاء طبعاً، نعالج عراقيين بالهند أطفال، كل شهر ونص ناخذهم إلى أكبر طبيب في الهند هو دكتور شتي في بانجلور، أخذ من 25 إلى 30 طفل. هذا بسبب ما حصل في هاي مرحلة مريم، لما في حوار دار بيني وبين مريم، هو اللي حاولت فيما بعد لما رحلت قلت لها انه راح يبقى اسمها موجود اكثر من عمر اي واحد فينا راح يعيش، فيعني انت راح تكون عندك جناحات وراح تطيري وراح تشوفي، بس راح تسمعي هاي الموسيقى اللي اقدم لك اياها في كل مكان. بعد ذلك اجت كارثه اكبر، هي العامريه كان مخبأ تحت الارض، وايام القصف الشديد كان في 2000 طائره في الدقيقه على سماء بغداد، يعني كان حرب لم يحصل لها مثيل يعني في نفس الافلام ولا عبادة أصلاً يعني ما لها مثيل ابدا هاي الحرب. ضرب هذا المخبأ تحت الارض، ضرب وكل الاطفال اللي فيه اكثر من 800 طفل تحولوا الى قطع فحم، يعني حتى ما ممكن التعرف على اجساد او على اشكال او على ملابس، لانه كان 3 طوابق تحت الارض ومعمول ضد القنابل النوويه، وضرب من فتحة التهوية، وهذا كان أيضا يبين لك العالم هذا الجديد إلى أي مدى هو عالم لا إنساني، لأنه اللي عمل الخرائط دولة حقوق الإنسان فيها وصلت إلى 97%، اللي سلم خرائط التهوية
لأنه هذول الدولة اللي هي متقدمة وإنسانية وتدعي هي اللي سلمت الخرائط، فضربوه صاروخين، صاروخ دخل فتح كبر الفتحة وصاروخ انفجر، وتحول هذا الملجأ إلى مصهر لإجساد الأطفال النضرة. أنا كنت في ذاك الوقت جندي وكنت في بغداد أيام الحرب، فانتقلت إلى مكان الحادث وشفت مشهد يعني لا يمكن وصفه إلا بالموسيقى، فقررت أن أقدم على عدد الأطفال اللي موجودين داخل الملجأ، وعزفت الآن تقريباً أكثر من 30 مرات في كل أنحاء العالم قدمت هاي القطعة اللي هي تحكي عن أطفال العامرية اللي كانوا، والملجأ يعني مخبأ مش ملجأ أيتام، يعني مخبأ الأطفال ضد القنابل في حالة الطوارئ أو في حالة الخطر يعني. فعزفتها في كل العالم، وعزفتها في الذكرى 50 لتأسيس الأمم المتحدة بأمريكا، واعتبروها يعني أهم من كل الرسائل الدبلوماسية والسياسية هاي القطعة، لأنها بعيدة عن السياسة، لأنها إنسانية، ولأنها توصف حالة الأطفال وهم آمنين، وأثناء دخول الصفارة الإنذار والقصف والمشهد المدمر والتكبير على أرواحهم ثم تشييعهم إلى مثواهم الأخير إن شاء الله في جنة الخلد يعني. على فكرة الفن بالفعل رسالة، ورسالة لا تقبل إطلاقاً النقاش يعني. أسرع رسالة كمان. وما أروع هذا الفكر اللي بيمتزج بنغمات الموسيقى علشان يوصل العالم رسائل إنسانية. علينا أن نتذكر أن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مكرمين، وعلى فكرة أنا هفضل أكررها كتير، وأكيد كرمنا بأشياء من أهمها الإحساس والعاطفة والعقل. أستاذ نصير أنا فخورة بك دايماً، كل مرة بسمع لك بفتخر بك كعازف وكإنسان. لسه موجود معنا أستاذ نصير، موجود معنا طبعاً نجاتي بيب عزفه الرائع ووجوده المميز في صباح الخير من إسطنبول، لكن دلوقتي بيروت جاهزة لاستقبالنا مع لأن النهاردة بتتعلم تركي قولي لي انت بقى لنا سنة علامة لأن أنا خلاص يعني فضلني سنة واحد يباي رمنا لنا واشتقنا لإيه يا ياسمين بدنا نسمع اشتقنا لدقات العود يعني نسمع اذا ما عندكوش مانع اتفقنا عليه جزء من قطعه من قطعي اسمها رحله الارواح تتكلم عن الروح الى اي مدى في حريه وتحلق من مكان الى اخر هذه رح نعزف فيها هي اخر قطعه نقدمها مع بعض الصحبة الموسيقية يكون هذا قبل أن يحضروا كل ذلك نستطيع أن نتكلم ونعزف معا
فهم جدًا والله فرصة سعيدة كتير كتير. أنا تشرفت فعلًا يعني بهيك فنان عظيم. هذه الفرصة الحلوة والله ميرسي كتير. وأعتبر هذا يعني لقاءنا كنا سوى بصديقي وأخي فنان الكبير أستاذ نجاتي، أو بيكم أنه أصبح في قناة ناطقة بالعربية من إسطنبول. هذا هو الحقيقة الدور الرئيسي اللي كان يعني قائم بين العرب وبين تركيا على مر سنين طويلة، فتوج بهذا الشيء. إحنا نباركه ونحييه، وأي شيء تحتاجه من جانبنا كموسيقيين إحنا مستعدين. تشكر. وإحنا اللي إحنا عايزينه وعد خاص إن كل مرة توصل فيها لإسطنبول يكون معانا هنا أو لينا منك نصيب. يعني يشرفني يشرفني. وعد وعد وعد. نصير شما إن شاء الله كل مرة. نصير شما كمان بيعمل موسيقى للأفلام وللمسلسلات، وأنا لازم أخذ وعد كمان إنه شي مرة إن شاء الله بدي استعين فيك بهيك بهالموضوع هذا. يشرفني. ميرسي. شرف لنا. ميرسي كثير لك. على فكرة كمية التليفونات اللي وصلت للبرنامج النهاردة، رجا هانم وكل المجموعة اللي موجودة في الكنترول روم بتعتذر لكم علشان ما قدرتش تدخلها الاستوديو عشان ضيق الوقت، واحنا بنشكركم على متابعتكم لينا النهارده وعلى كل المشاعر الحلوه اللي وصلت، سواء كانت لنصير بيه وهو اهل لها زي ما احنا قد ايه بنستمتع بوجوده في كل مكان، وطبعا زي ضيفنا الجميل نجاتي بيه بالبصمه الحلوه اللي عملتها في اسطنبول. اليوم هو جاب لي عوده هذا، فانا اشكره على عوده لانه هذا نفس التعديل التركي. اذا فعليكم كمان ان انتم تشوفوا المشاركه وصلت لفين، وما اجمل الروح دي يا اسمي. صحيح. المرحوم جايد جوزكان كان من الكبير الذين يعزفون على العود. طبعا هذه الموسيقى فيها الوحدة، فيها التوحد مع الأشخاص، كل الناس يجتمعون من خلال الموسيقى، لأن الموسيقى هي اللغة العالمية التي تخاطب الجميع. أشكركم جزيلا لأنكم أتيتم إلى هنا وشاركتوا في هذا المهرجان عالمي بالفعل. النهاردة حفل الختام زي ما قلنا، في مفاجآت كتير لكل موجودين في اسطنبول، ما تفوتوش عليكم. حاولوا قدر الامكان حتى على الاقل تسجلوا منه، لانه مش هتتكرر الحاجات الحلوه اللي موجوده فيه. كل الشكر ليكم، نورتونا. شكرا جزيلا لاهتمامكم، ويومكم حلو بامر الله. طبعا خلصت الحلقه خلاص يا ياسمين، شفتي بسرعه ازاي طارت. صحيح،
بكرة الصبح الساعة 11 رح نكون موجودين هون لضيع عليكم ولا كلمة ولا حرف حتى نقدر نتقاسم الحياة بأحلى شيء موجود فيها. ما تنسوش صباح اسطنبول ساعتين على الهواء كل يوم حيصاحبكم من هنا ومن القاهرة ومن بيروت من حتة تانية كمان. لكن خلينا نقول علشان نودعهم لازم بقى في مسك ختام ضروري. ايه رأيك؟ لأنه هيدي الروتين يعني اغنيه ولما بعد لا انا عارفه ان حتغني النهارده اغنيه انا كمان بحبها، بدات باغنيه صحيح. بحبها وهتختم باغنيه صحيح. بحبها يا ياسمين يلا. Dağlarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca, boynum bükülür. Dağlarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim başım duvar. Bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkın beni kül aşkım beni kül ediyor. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlar.